البخاري كتاب الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري هو من ثقات الأزبة رواه جمع. قال: حدثنا جرير بن حازم. جرير بن حازم زيد بن عبد الله الأزدي العتكي الجهضمي أبو النضر وهو من الثقات، وثقه ابن معين، وقال الدرمي عنه أيضا ثقة، وعبد الله قال عبد الله بن أحمد أن أحمد قال: كان جرير بن حازم صاحب سنة. كفى أنه يقول صاحب سنة، أو صاحب سنة عند أحمد معناه أنه يحفظ الحديث ويعمل به. والنسائي قال: ليس به بأس. العجلي قال: ثقة، هو كل ما فيه نعم لكنه مشهور بالتصديق. لكن ابن معين ضع، وأنا أنا مهمة جدا هذا الباب، ابن معين قال هو ضعيف في قتادة، يعني جرير بن حازم إن كان في الضعف ضعف اسمه الضعف المقيد، هو ضعيف في قتادة، ضعيف في قتادة. قال: حدثنا أبو رجاء. حدثنا، قال حدثنا أبو، حدثنا أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصري، قال ابن معين ثقة، قال أبو زرع الرازي ثقة، وهو مخضرم من المخضرمين. طبعا أنا لو سألت من مخضرم تعلمون، عليكم السلام كده. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. سبحان ربي العظيم. قال: إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أقبل علينا بوجهه. ما معنى أقبل علينا بوجهه؟ يعني سلم وأقبل علينا بوجهه، سلم وأقبل علينا بوجهه. ويقول المصنف: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وأتى بالحديث، حديث سمرة، حديث ثمرة بن جندب، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل على الناس بوجهه. وحديث ثمرة هنا هل هو مطابق للترجمة أم لا؟ وصحيح في ذلك أنه مطابق للترجمة، لأن النبي يستقبل الناس، هو قال باب يستقبل الإمام الناس إذا، يعني بعد ما يسلم يستدير ويستقبل الناس. هذه فيها مناسبة كبيرة جدا وحكم معروفة. هذا من الأدب، هذه من الأدب، بأن الإمام كان يستدبر الناس، واستدبار الناس علامة على الكبر، استدبار الناس علامة على الكبر. والحق أن نقول بأن الكبر من أعضل أدواء القلوب، واستدبار الناس كما قلت علامة على الكبر، فاستقبال الناس علامة على التواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستدبر الناس لحاجة، ما هي الحاجة؟ استقبال القبلة، هو يصلي بهم إماما. ووضع الإمام كما على وفق الشرع أنه يستقبل القبلة ويستدبر الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته استقبل الناس، يعني استدار واستقبل الناس تواضعا منه بأبي هو وأمي، وإلا فالحاجة التي من أجلها قد استدبر الناس قد انتهت، ألا وهي انقضاء الصلاة. ولأن هذا أيضا باب التشريع، عشان تعلم أن الناس هنا في هذا الباب يسيرون وفق الشرع، وفيها أيضا أن المأموم لابد أن يتبع إمامه، المأموم لابد أن يتبع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أنه ينتظر، كان ينتظر بعد الصلاة يستقبل الناس وينتظر أبي هو أمي، فكان ينتظر من أجل أن يخرج النساء من الباب الذي قال فيه: لو جعلنا هذا الباب للنساء، فيخرج النساء عن بكرة أبيهن، يعني أو قل يخرج كل من كان في المسجد من النساء، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف. واستقباله للمأمومين بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال السبب الذي أدار وجهه ظهره للناس. فبعدما تنقضي الصلاة يستقبل تواضعا ويجلس، وكان في الفجر يستقبلهم ويجلس ولا يقوم، وكانوا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقصون ما يحدث معهم من في الجاهلية، فكل منهم يدلو بدلوه، ومنهم من يقول أنه صنع صنما من الحلوى أو من العجوة فيعبده نهارا، وفي الليل عندما يجوع يأكله يأكل إله، وكانوا يضحكون ويضحكون ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ابتسامة الراضي على ما يكون فيه من تسامر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من السنة كما قلنا أنه يستقبل الناس بعد السلام، ويجلس، أن المحل محل أذكار، والمحل محل ذكر وتكبير. ولذلك كان ابن عباس يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فكان ينشغل بالتكبير والتسبيح ولا يقوم حتى ينصرف النساء. هذا أيضا من باب الأدب
التعليم. الفوائد المستنبطة من ذلك: حسن الخلق يؤثر، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغير الصلاة، وهذا الذي كان له الأثر الكبير على كثير من الناس. هناك عبادات غير معقولة المعنى وجب فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة فيها، منها وضع الإمام ووضع المأموم، مع أن فيها بعض ما يكون معقولا للمعنى، لأن المأموم لابد أن يكون تابعا والتابع يكون خلف المتبوع. حسن التواضع لله عند الصلاة، حسن التواضع لله عند الصلاة.